الله الرحمن الرحيم. السيد زردان جمال مندوبة بلقايد. احنا الان متواجدين عبر شاطئ عين فرانين، وتشوفوا الاشغال راهي متواصله، وحنا الشاطئ كان مغلق منذ سنتين من السيد والي الولايه الحادثه اللي صارت، توفوا شخصين عبر هذا الشاطئ. وحنا كبلديه بير الجير كلف السيد رئيس البلديه كلف مكتب التقنيين باش يخصوا بطاقه تقنيه من اجل الغلاف المالي من اجل تهيئه هذا الشاطئ، لكن الغلاف المالي ما كفاش هنايا البلديه. رفع السيد رئيس البلديه الانشغال السيد والوالي، والحمد لله حنايا طلعنا سهولات كبيره من طرف السيد الوالي الولايه اللي خصص مبلغ مالي من اجل هذه التهيئه، وان شاء الله يكون حسب تصريحات السيد الوالي يكون شهر جوان جوي يفتح الشاطئ ان شاء الله.